بسم <applause> الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكرا الاخ الرئيس اتقدم بالشكر الجزيل لاخواني في اللجنه التشريعيه على هذا القانون والانتهاء منه وهو واحد من القوانين المتفق عليها نيابيا وهو من ضمن حزمه القوانين للاصلاحات السياسيه وهو اول قانون ولا شك بانه راح يتبعه ان شاء الله عده قوانين بخصوص الاصلاحات السياسيه. اخ الرئيس في هذا القانون حققنا غايتين. الاولى حمايه اراده الامه اللي تعرضت للعبث في اكثر من مره والثانيه وهي مهمه جدا اليوم يجب ان نعمل على ان ننأى بمرفق القضاء عن اي صراع سياسي. حتى لا يفقد هيبته ولا يفقدون الناس الثقه في احكامه، وهذا امر مهم جدا. للاسف الحكومات السابقه جعلت من القضاء شماعه لهذه الصراعات السياسيه. كانت المراسيم اللي تطلع فيها خلل دستوري ما على المحكمه الدستوريه الا ان تبطل هذه المجالس. وانا بوجهه نظري بان كل هذه المراسيم كانت متعمده. في فتره من الفترات كانت الحكومه لا تستطيع ان تواجه وتحل المجلس فتجعل من القضاء مكانا لحل هذا المجلس عبر الابطال. لذلك اقرار هذا القانون يكاد يكون من اهم القوانين للاصلاحات السياسيه لكن ليس بالقانون الوحيد، طبعا راح يتبع ان شاء الله عدة قوانين غدا باذن الله راح نناقش المفوضيه العليا للانتخابات وهو احد القوانين ان شاء الله اللي انتهينا ان شاء الله من اقراء من التقرير اعداد التقرير فيها اليوم وراح ان شاء الله يناقش في جلسه خاصه غدا باذن الله اكرر شكري لاخواني في اللجنه التشريعيه وشكرا للجميع.